انت مهما حاولت وسعيت وطورت من حالك رزقك اللي مكتوب لك راح يجيك، فلذلك ارتاح وقعد في بيتك وما تعمل اي شيء ورزقك راح يجيك. هل هذا الكلام منطقي؟ هل هذا الكلام واقعي؟ ولا هذا كلام بيخليك تعتمد وتصير انسان اتكالي؟ عام 1847 وتحديدا 11 فبراير انولدت شخصية من الشخصيات اللي غيرت العالم كله، ومع ذلك هذه الشخصية لما كانت صغيرة كانت تلقب بانها غبية ولا يمكن ان اتعلم اشي جديد. المدرس تبعه حكى له انت غبي ولا يمكن انك تتعلم اشي جديد. تخيلوا شخصية غيرت العالم كله ومع ذلك لقبت بانها غبية ولا يمكنها ان تتعلم اشي جديد. فصار عراب الاختراعات الحديثة في الاختراعات اللي قدمها. عنده براءة اختراع عام 1093، واهم هاي الاختراعات المصباح الكهربائي وكمان كاميرا الافلام. وهو اول شخص اخترع الفوتوغراف والمصباح الضوئي. توماس اديسون هو الغبي اللي احنا بنتكلم عنه، الشخص اللي اخترع الكهرباء، النعمة الكبيرة اللي احنا فيها، هو الشخص الغبي اللي احنا بنتكلم عنه، اللي خلانا نستمتع في التكييف في عز الحر، خلانا نستمتع في الانترنت اللي انت بتشوفني منه الان، في الضوء اللي حياتنا بدونه تعتبر مأساة حقيقية. هو أول من أنشأ مختبر صناعي وأسس شركة أديسون الكهربائية. كل هاي الاختراعات طلعت من شخص حكوا عنه في يوم من الأيام أنه إنسان غبي. صدقاً بعد اللي صار مع أديسون كلام الناس مجرد ترهات على جنب ما إلها أي لزوم إذا أنت كنت عارف هدفك ومصر أنك تحقق. تخيلوا قرار أديسون أنه يصر على أنه يكمل في حلمه ويحققه كيف أثر على مستقبله وكمان مستقبلنا بالتبعية. من خلال اللي صار مع أديسون بنعرف إنه الإنسان إذا قرر يغير ممكن يغير مش بس مستقبله هو، كمان مستقبل الناس اللي حواليه. متخيلين قوة الإنسان إذا قرر إنه يغير شو ممكن يعمل؟ كم مرة تمنيت لو إنك سافرت على المستقبل وشفت نفسك هناك كيف ممكن تكون؟ هل حكون غني ومعايا فلوس أقدر أشتري السيارة والبيت اللي بحلم فيه ولا لا؟ ولا حكون فقير وكحيان وأكبر طموح عندي إني أكل في ماكدونالدز؟ ولا الأشخاص اللي وزنهم زيادة وحلمهم في يوم من الأيام إنهم يحصلوا على الجسم اللي بيتمنوه ويخسوا ويصير وزنهم تمام التمام؟ دائما بيسألوا نفسهم هل في يوم من الأيام ممكن أوصل للوزن اللي أنا بتخيله، ولا دائما كرشتي حتكون مترين وكمان مدلدلة قدامي؟ فدائما بنسأل نفسنا سؤال، هل ممكن يجي يوم من الأيام أقدر إني أغير المستقبل تبعي ولا لا؟ أولا حاب أحكي لك إنه السر الحقيقي عشان تغير المستقبل تبعك هو الحاضر اللي انت عايش فيه حاليا وكمان قرفان منه ومش عاجبك. نعم هو السر، اذا انت عرفت كيف تستغله صح راح تغير مستقبلك بدون ادنى شك. خلينا ناخذ مثال بسيط يسهل الامور علينا. لو كنت شخص وزنك زيادة وحاب انك تخس، او شخص وزنك كويس ولكن حاب يكون عندك عضلات، كلنا فعليا بنفكر نفس التفكير، لازم نسجل بالنادي وكمان نلتزم بالدايت حتى نحصل على الشيء اللي احنا بدنا اياه. فلو اجت اللحظة اللي تحمسنا فيها واخذنا هذا القرار ورحنا نسجل في النادي، حنروح فعلا ونسجل في النادي وندفع فلوس وبس حنوقف. اكثر من 80% من الناس بروحوا على النادي وبدفع فلوس وبس، ما بروحوا ولا بتمرنوا. عارفين ليش؟ لانك بتجيك لحظة حماس فبتقرر من خلالها انك تروح على النادي وتدفع فلوس وتسجل 6 شهور كمان لقدام، ولكن بعد فترة تحس نفسك انك ملكش نفس تروح. هذا بيرجع لانه انك انت لما رحت وسجلت ودفعت فلوس في النادي توقعت انك راح تصحى ثاني يوم راح تلاقي وزنك بدل ما صار 100 صار 50، او لما كنت رايح وهدفك انك يطلع لك عضلات مجرد ما انت رحت اول يوم ثاني يوم حتطلع وتلاقي الترابيس عندك ما شاء الله واو كبيره. هذا التفكير بحد ذاته بيخليك تقدم على خطوه انت مش قدها، خطوه انت اخذتها بس لمجرد انك انت كنت متحمس. انت عملت هيك فقط لانك متحمس، ومع الوقت هذا الحماس اختفى. فرانك تي بولت بيقول يجب ان نتعلم ان لا ننتظر الالهام حتى نقوم بالافعال، لأن الأفعال هي من تأتي بالإلهام، ونادراً ما يأتي الإلهام بالأفعال. حرفياً اللي أنت عملته زي واحد حب يروح مشوار فراح ركب السيارة شغل السيارة وبس وقف ما عمل أي شيء، ما استمر بقيادة السيارة حتى يوصل للمشوار اللي هو حاب أن يروح له. هل ممكن يوصل؟ أكيد لا. أنت لازم تشتغل في الحاضر اللي أنت فيه حتى بالتالي يتأثر المستقبل تبعك بأفعال الحاضر فبالتالي يتغير. طيب خلينا نطبق هذا الكلام على الشغل تبعنا. كيف ممكن أنا أكون مكان مديري؟ طبعا أكيد إذا مديرك ما كانش جايب الواسطة. إذا كان مديرك مش جايب الواسطة وكان كفاءة ففعليا هو متفوق عليك بكتير شغلات، فإذا أنت حاب تكون مكان مديرك ففعليا لازم تطور من نفسك. فعليا الكل حيحكي إنه الخبرة هي أهم إشي، صح الخبرة مهمة لكن هي مش أهم إشي. في ناس كتير خبرتهم كبيرة ولكن معلوماتهم قليلة، ما قدروا انهم يطوروا حالهم عبر السنوات اللي هم بيشتغلوا فيها. بمعنى اخر انه حافز التعلم عندهم مش موجود، فقط الايام هي اللي بتعلمهم، لكن انه هو يطور من حاله ابدا هذا الاشي مش موجود عنده. لذلك عاده بنشوف شخص خبرته سنتين او ثلاثه بيتفوق على واحد خبرته 6 و7 سنين. ليش؟ لانه اللي خبرته سنتين غير مستقبله اسرع من اللي خبرته 7 سنين، بمعنى انه وصل لمستقبل الثاني بسرعه اكبر من خلال انه طور حاله اكثر واكثر. لذلك لو حبيت توصل لمكان مديرك لازم تشتغل على نفسك، تتعلم إشي جديد، تاخذ كورسات،
تهتم بأدق التفاصيل بشغلك حتى تكون عندك أكبر قدر ممكن من المعلومات. حتسألني وتحكي لي طب ما في ناس كثير متعلمة وعندها شهادات وكمان عندها كورسات ومع ذلك ما بيشتغلوا وقاعدين في بيوتهم. حرفيا هذول الناس لو اشتغلوا على انهم كل يوم يقدموا السي في تبعهم هم بيخلقوا فرصة في كل يوم انه تزداد فرصة ان حدا يتصل عليهم يحكي لهم الو مرحبا حابين انك تشتغل معنا. ليش؟ لانه اشتغل على الحاضر تبعه وقدم فرص كثير انه المستقبل تبعه يتغير. عقل الانسان بطبعه خلاق، بحب دائما يلاقي الحلول وبحب دائما انه يتطور، لكن انت اللي بتقرر انه توقفه عن العمل وتوقف انه يتطور. هذا مثال على الشخص لما تيجي تعطيه لغز بيجي بيحكي لك اعطيني شو الحل، ما بده يفكر، ما بده اصلا يستخدم مخه، حاب يسلمه تماما زي ما استلمه، مغلف وجديد، ما بده يعطيه اي افكار جديده ولا بده يدربه على انه يفكر ويحل. كلنا بده يكون عندنا افضل سياره وافضل وظيفه وافضل بيت، لكن مين فينا فكر انه يبدا يغير من نفسه ويبدا يطور من مهاراته حتى يقدر بالتالي يغير المستقبل تبعه؟ انت مستحيل تكون غني بعد سنه الا اذا بديت تبدا مشروعك الخاص الان. انت مستحيل تكون مثقف الا اذا بديت تقرا، فبالتالي انت مستحيل تكون شخص افضل في المستقبل الا اذا بديت تشتغل على الحاضر تبعك. عمرك سالت نفسك كيف انا بطلع من الشغل تبعي بوصل البيت بدون ما افكر بالطريق؟ بمعنى انك انت بتسوق بس فجاه بتلاقي حالك وصلت. ليش؟ لانك انت مرنت نفسك على هذا الفعل اكثر من مره، وعقل الانسان هيك، اذا فكر في إشي اكثر من مره خلص بتعود عليه وبحطه من الاشياء اللي ما في داعي يفكر فيها بتعمق كبير. ليش؟ لانه تمرس عليها وصار عنده المهاره انه يعملها بدون مجهود كبير. عقل الانسان زي ما حكينا ذكي كتير، لكن في تريكات بسيطه ممكن تعملها تخلي عقلك يتنشط ويتطور اكثر انه يعمل اشياء صعبه انه يعملها. اعمل لنفسك ليستا، حط 1 2 3 4، ومجرد ما خلصت واحده من هدول المهام حط قدامها علامه صح او دن. اذا انت شفت هذه المهام قدام عينيك انك انت انجزتها وخلصتها راح تتحفز من جواك وعقلك راح يتحفز انه ينتج اكثر واكثر واكثر، فبالتالي راح تكون انسان منتج وكمان راح تقدر تطور من انه عقلك يشتغل على الشغلات اللي كان يحس انها صعبه بالتبعيه انك انت اعطيته تريكات بانه انا قاعد بنجز 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 حتما راح اوصل للشيء اللي انا بدي اياه. انت مش اقل من اي حدا نجح، لكن هو عرف كيف ينجح وقرر كمان انه ينجح. ومهما كان عمرك اوعك تفكر انك انت تأخرت، احيانا امتلاكك لاشياء كبيرة بعمر صغير ممكن يعرضك للضياع والخطر كمان، عشان هيك الفرصة موجودة ولكن محتاجة اسباب على ارض الواقع حتى تظهر. باولو كويلو في كتابه The Alchemist بيقول When you have a dream, the universe conspire for you in order to have it. يعني لما يكون عندك حلم العالم كله راح يتآمر على انك تحصل على هذا الحلم. بمعنى اخر قدم الاسباب فقط راح تلاقي انه العالم كله بيتآمر حتى يعطيك الحلم اللي انت بتتمناه، لكن بدون تقديم الاسباب حيكون صعب انه يظهر حلمك من بين الركام اللي فوقه. النجاح او الفشل بيعتمد على اجتهادك وعلى التزامك وكمان على صبرك، وركز على صبرك. بمعنى اذا اردت اشي ما تلتزم فيه ولا تجتهد فيه وتوقف، لازم كمان تصبر. انت ممكن تكون مجتهد وملتزم كمان تنزل مثلا جدول معين بدي اعمل هذا الاشي في هذا اليوم وتلتزم فيه وكمان تجتهد فيه، ولكن بعد فترة ما يكون عندك الصبر الكافي انك تحقق حلمك. عشان هيك ابدأ، ممكن حلمك يكون كتير قريب ويتحقق وممكن يكون كتير بعيد ومحتاج اجتهاد والتزام وكمان صبر. وفي النهاية حاب احكي لك انك انت ممكن تغير مستقبلي انا. عارف كيف؟ انك تعمل لايك على هذه الحلقة اذا عجبتك، فبالتالي راح توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي راح تكبر قناتي، وبالتالي تكون غيرت مستقبلي. شكرا لوقتك ويعطيك الف عافية.